شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله إياك
فلا أقسم بخنس جار
سمع الله لمن حمده. اهدنا الصراط
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود الحميد الذي الذي له ملك
سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.